الله يرحم ابوك، ارتاح بدل ما يشوف خيبة الامل في ابنه اللي ضيع عمره علشانه. خلاص يا ماما خلاص، ما تكمليش من فضلك. اوه معقول ابدا يا ماما. ليك حق يا دكتور، ما هو الكلام معاك ما بقاش يجيب نتيجه، لكن انا عارفه كويس ايه اللي بيدور في دماغك، علشان كده مش هديلك القرشين اللي في البنك، علشان سيادتك عايز تجيب عربيه وتشتري لي شقه تليق بالدكتور وانا امدلك ايدي. لا كفايه بقى، كفايه اللي راح وقهر ابوك ومات بحسرته. متشكر قوي يا ماما، والله عارف ان بابا كتب لك الفلوس باسمي بمزاجه بقى غصب عنه، مش مهم، المهم اني مش عايز حاجه. تعالى هنا يا ولد، انا خدت فلوس ابوك غصب عنه؟ انا امك. عارف، عارف انك امي، وعارف التضحيات اللي انت عملتيها علشاني، وعارف التضحيات اللي عملها ابويا كمان، سافر واتغرب علشان يجيب فلوس ويعيشنا في مستوى احسن من اللي احنا عايشين فيه. لكن ايه النتيجه يا ماما؟ شويه فلوس في بنك مقفول عليهم بمفتاح، والمفتاح مع حضرتك. لا هتديني الفلوس افتح بيها عياده، ولا انا جايب تقدير عشان افتح بيه مستقبل احسن. من فضلك يا ماما، من فضلك، انا بحبك وبحب ابويا وبحترم ذكراه. انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، سيبوني في حالي.